الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. نهدي هذه الأبيات إلى شهداء العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. جئنا يا جئنا نسائل دارهم مذ بايانوا، جئنا نسائل دارهم مذ بانوا. يا دار يا دار أين الأهل والإخوان؟ ماذا جرى يا 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 فخلت ربوعك منهم حتى كأنهم هنا ما كانوا. جئنا ويدفعنا إليهم شوقنا والحب والإخلاص والوجدان. جئنا فزاد الهم لما أخبروا أن قد خلت من أهلها أوطان، خلت الديار من الأحبة وانطوى عهد السرور وحلت الأحزان، ولكل ميت مأتم يرسى به بعد الوفاة يشيده خلان، إلا ابن بنت محمد في كربلاء منع البكاء لفقده العدوان. وبقي على وجه الصعيد مجدلا كافوره الغبراء والأكفاء. وسروا بزينب والنساء يا إحوى يا سرا يحدو بها شمر الخنايا وسنايا يا يا ريحانة الهادي فت من القلب فرقاك. غبت عني فيا في الطف يا خويا بعد وين القاياك. لما وقف الإمام الحسين عليه السلام على مصرع أخيه أبي الفضل العباس وانحنى عليه بهيئة الراكع وقال
الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشفت بعدوي يا حطيت على خاصرت وتلوى يقل لي يا عباس يا طيب الخوة أنا ظهر انكسر يا أخوي توى أراد الإمام الحسين حمله إلى المخيم كأني به وبلسان الحال يقل لي يا أخوي حسين خلي بمجاني بمجاني يقل ليش يا زهر الزمان أنا واعدت سكنة تراني يا بمي ومستحي منها يا من أزدو يقلها يا زينب راح أخون راح أخون راح اتشان بريحة أبون يا بقيت توحيد يم الخدر دون بعد عين من الخدر يصون اوالي بعد عين من الخدر يا يصون مولاتنا زينب تعاتبه بالفضل تقل له وعدايا ياك من اختك علاك العتب وعدايا ياك وسكنها البقى تنتظر وعدايا ياك نايب الوسف يا اخوي وعداك وعداك خذونا باليسر لابن الدعية يا خذانا باليسار لابن يا رجع الإمام الحسين إلى المخيم يكفكف دموعه بكم ثوبه تلقته مولاتنا سكين أويلي تلقيت تبجي سكين أويلي تلقيت تبجي سكين تقل لي عمي العباس ويل شرب ماي ونسانا ما نسينا العطش وقلوبنا ذابت من الحار أويل العطش وقلوبنا ذابت يا من الحوار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء
وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائه وأفرط بي سوء حالي
وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذراً نادماً منكسراً مستقيلاً مستغفراً منيباً مقراً مذعناً معترفاً لا أجد مفراً مما كان مني ولا مفزعاً أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم يا رب ارحم ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكره وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك به يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي
خاضعا لربوبيتك. هيهات هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين
ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أبا دراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته كل جرم كل جرم وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين
الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيته يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا ربي قو على خدمتك جوارحي واجدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي
وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا، يا سريع، يا سريع، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء، يا من اسمه، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نتوسل إليك بأعز الخلق عليك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفرج همنا وغمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم ارحم شهدانا الأبرار، وارحم أمواتنا. اللهم اشف جرحانا ومرضانا، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، آمنا في أوطاننا، وآمن المؤمنين والمؤمنات جميعا في أوطانهم، وادفع عنا كل سوء وبلاء. اللهم احفظ علماء ديننا، أيدهم وسددهم، ارحم الماضين منهم يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا عاجلا سريعا، وافتح لهم فتحا مبينا، وأرجعهم إلينا سالمين غانمين، مفلحين منجحين منتصرين. اللهم ارحم زوار الحسين عليه السلام، اللهم تقبل أعمالهم، واغفر لهم ذنوبهم، وكفر عنهم سيئاتهم، وأرجعهم إلى أوطانهم وأهلهم سالمين غانمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعل فرجنا بفرجه.
اللهم طال الانتظار وشمت بنا الفجار وصعب علينا الانتظار. اللهم أرنا وجه وليك الميمون في حياتنا وبعد المنون. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم.